وصلنا محطة القطار الرئيسية بمدينة بيرن، عاصمة سويسرا والوجهة السياحية للأغنياء العرب والأجانب. بس يا ترى فينا نغير هاي الصورة النمطية؟ اليوم قررت أزور مدينة بيرن وأصرف فيها أقل من 10 فرنك سويسري، يعني 10 دولار. فهل رح أنجح بهذا التحدي؟ خلينا نبدأ جولتنا السياحية. بما أنك ما بتعرف ولا شيء بالمدينة، فالأفضل دائما أنك تبدأ من محطة القطار وتروح بأكتر شارع مليان عالم، تبلش رحلتك من هنيك. فأنا هلأ بظهري صارت المحطة وفتت بهذا الشارع يلي مبين أنه هو شارع كبير. هذا مبدئيا كان الشارع الأول يلي فتت فيه، الناس كتير عم تتحرك فيه وعم تبيع وتشتري وفيه قهاوي ومطاعم. وحاليا خلصت هذا الشارع وجيت على الشارع اللي بعده مباشر، ولحسن الحظ هون شكله في سوق شعبي، الناس فاتحين مثل بسطات هون وعم بيبيعوا شغلات مختلفة، يعني أحذية هون، في توابل هون، في مراجيح أو شو بيسموها هاي نسيت. توقع أغلب الصناعات بهذا السوق بيكونوا صناعات يدوية، لأنه الناس اللي واقفين على البسطات عم بيحكوا بلغات مختلفة. هاي البسطة اللي جاية هون على يميني هون عم بيحكي أتوقع إسباني، هون ما بعرف أي لغة بس شكلها كتير مروقة. هون عندنا مثلا شناتي جلد، كمان كله نوعياته، يعني مو شرط أنه بسطة أنه معناتها نوعيته مو كويسة، كله مبين أنه نوعيته كتير تقيلة. الله، خلصنا من السوق الشعبي. حبيت الفكرة كتير بس الأسعار كتير واو، في شغلات حبيتها بس مثل ما قلنا نحن جايين بعشرة فرنك على مدينة بيرن وبدنا نطلع ونشوف قديش راح أكون حطيت، هل راح أصرف أقل من 10 فرنك أو أكتر. أنا بمنطقة قريبة على المحطة الرئيسية، فيها هذا المكان الرائع، فيه ناس بتعمل سكيتينج وحاطينهم كمان كتير نشاطات هون، كمان أماكن للسكيتينج لكرة الطاولة، وفي هاي السيارة. هذا هو المكان الخارجي وهون المكان الداخلي، بس اغلب النشاطات هي اتوقع نشاطات سكيتينج. ماي فريند، اتوقع هذا هو ثاني اكبر او هذا اتوقع اكبر شارع، لانه هذا اعرض وحتى بيمر منه هذا الترام. بالنسبه للعماره شيء خارق، يعني اي حدا دارس هندسه عماره هون هاي هي مدينه الحلم بالنسبه لك. الابنيه عن جد رائعه جدا، وكونه سويسرا ما دخلت بولا حرب فالأبنية كلها قديمة وعمرها على الأقل 200 300 400 أو 500 سنة حتى. تاكش جانا شاو، حصلنا عايز، حصلنا عايز ببلاش، شكرا يا مدير. اوكي، شوف على الصدفة الحلوة، وقفت عن تبع البوزة مشان اشتري واحدة بوزة، فهون بتكلف البوزة تقريبا 6 فرنك بس ليحط لك حبتين بوزة. مجاني هذا وعطاني واحدة ببلاش. خلينا نفتش على مكان حلو بالمدينة وناكل البوزة وبعدين بنكمل. اوكي، خليني ارجع اذكر انه انا ما عندي علم باي مكان بهاي المدينه، فتشت بس شوي على الانترنت وبس، هاي هي كل معلوماتي. بس شفت انه في نهر اسمه نهر الاراء اتوقع، واظني راح يكون بهذا الاتجاه لانه هنيك ما في كتير مباني، فراح اروح اتجاه النهر واشوف النهر وبعدين نكمل رحلتنا. بس لحد الان انه اللي كتير عجبني بالمدينه انه المدينه كتير قديمه وابنيتها حلوه كتير، يعني كتير رائعه. المباني جاي لونهم تقريبا فضي او اخضر غامق، وعاملين الباصات لونهم احمر لو بتشوفوا هون. فحتى المدينه بالنسبه للالوان الوانها كتير حلوه، والناس اللي فيها كمان كتير حبابين، يعني بتساله اي سؤال بسيط بيوقف معك، ايه وشو بدك وكيف فيني اساعدك ومن الكلام هذا. حتى بالنسبه للتصوير صورت كتير ناس، ما حدا بينزعج ولا حدا بيقول اي شيء، بالعكس بيبتسموا لك. فهي نقطه كتير حلوه، بس تروح على مدينه يكونوا اهل المدينه بشوشين بيعطيك انطباع كتير حلو عنهم. فخلينا ماي فريند نروح على النهر وناكل الايس كريم تبعنا قبل ما يدوب. لا لا لا، مو طبيعي لون المي بالنهر، لون المي الفيروزي يلي كنت بدي اشوفه من اول ما اجيت على سويسرا، واخيرا بالصدفه اجيت على النهر وطلع هو كمان نفس اللون. شوف مو طبيعي، لون فيروزي كتير حلو. وفي عندك هون على جنب النهر هاي الكنيسه، هاي الكنيسه هي اكبر مبنى
بأوروبا أو أطول مبنى هيك على حسب ما أعتقد. طول المنارة تبع الكنيسة 105 متر. في عم بشوف من هون إنه في هنيك بالكون وعليه كتير عالم. شكله الفيو من هنيك أحلى. نروح لهنيك ولا نروح لهنيك؟ دائما ماي فريند الحق الأكترية وين بتشوف في ناس كتير ببلد أو بمدينة معينة وروح كمان أنت هنيك معاهم معاهم عليهم عليهم. فراح أروح على البلكون هداك وأشوف شو القصة، إيش عم يسووا لي؟ ها؟ ماذا تفعلون أيها القوم؟ نريد أن نكون معكم. أوكي وصلت حالياً على البلكون والمنظر هون خرافي خرافي، إطلالة رائعة على النهر وبنفس الوقت هون في حديقة مثل حديقة قصر كأنه، والناس وراي هون على البلكون، ناس عم تلعب، في عائلات، في حتى أشخاص كبار بالعمر عم يلعبوا. والبلكون هذا موجود بجانب الكنيسة بالضبط أو بجانب الكاتدرائية هاي الكبيرة. فنصيحة لأي واحد بيجي يزور هذا المكان لأنه عن جد إطلالته خرافية. وين المعلقة؟ آه فكرت مو عاطيني معلقة. خلينا ناكل البوزة ونستمتع بالفيو اللي قدامنا. ندمت اني ما اجيت على هاي المدينة من قبل، ما كنت متوقع بهاي الجمال. طيب كتير البوزة والله. اه بطعمة القهوة كافي لاتيه، عشان هيك حبيتك حبيتك بالصيف حبيتك بالشتي. شكرا يا مدير، شكرا للشاب اللي اعطاني البوزة، هي اتوقع عبي يسودي عايم عشان هيك عبي يعطوا للناس. خلونا نسوي جولة هون بقلب الحديقة. المنظر والله خرافي خيالي، منظر مو طبيعي هذا اللي شايفه قدامي. لا انا اول مره بشوف هيك نهر، اول مره بشوف هيك جمال بهيك مدينه. شوف البيوت على طرف النهر، هاي الصف الاحمر كلياته مسطر، شيء رائع عن جد. شوف 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 هنيك على الجسر عم يمشي الترام كمان، يعني المدينه كانه راسمينها رسم مو طبيعي. هاي في عندك مطعم تحت كمان لو بتحب تاكل على النهر مباشر، او تروح هنيك مكان السباحه هنيك تحت، هي في ناس هنيك تحت عم يسبحوا كمان. وراي هون في كمان كشك ممكن تشتري منه اغراض لو انت بتحب، وعلى الجنب الثاني كمان نفس الشيء على الجنب الثاني من البلكون هنيك في كشك، في ممكن تشتري منه عصير، حمضيات، بسكويت اللي هو. والله بدات انغرم بهاي المدينه، خلص شكلي راح انقل لهون. بيرن يا الله، بيرن بيرن مو طبيعي. شوف هاي البلكون من تحت. أنا غبي لأنه حكمت حالي لهاي المدينة بس عطيت حالي يوم واحد. أتوقع لو أنه عاطي حالي يومين أو ثلاثة كنت رح انبسط أكثر. لو أنه عندي وقت كنت عن جد انزلت وسبحت بهذا النهر هنيك. تنزل هنيك وبتسبح. أحيانا ما بعرف أفكر بحس حالي. يلا خيرة بغيرة. من محاسن الصدف أنك تشوف إنسان جميل مثل الإنسان هاد. سيد حبيب شرفتنا بمعرفتك وتعرفنا كمان على كم صديق هون. اهلا وسهلا بيك. تونس الحبيبه، تونس الحبيبه. تقريبا حوالي الساعه كامله قاعد انا وهدول الاشخاص، هن ثلاثه من بيرن من هاي المدينه سويسريين، وواحد منهم تونسي هذا الشخص. فما شاء الله يعني جدا جدا حبابين، وقعدنا نتعرف على بعض ونتساير شوي. وحاليا طالع من المنطقه اللي على النهر. جينا على مطعم اخذت لي واحد شاورما معقولة، ترى أكون صادق طلعها 10 يورو، 10 فرنك شاورما يعني تقريبا 9 يورو، بس الكولا طلعها 3. وأنا والله مشتهي على الكولا مشان هيك ماي فريند غشيت شوي بالتحدي هذا، بس شكل الساندويتش مدعوم يعني شكله بيستاهل 10 يورو. حاليا على حديقة الدببة. حاليا انا بالمدينه القديمه لبيرن، وكل ما بروح بالشوارع الاقدم كل ما بصير شكل المباني احلى. شوف ماي فريند شلون شكل المباني، هاي مباني كلها مسكونه، وشوف شلون مسوين البلاكين تبعهم مزينينهم. والله عشق عشق هاي المدينه عن جد، يعني مو بس اجواء شبابيه وفيها روح، لا فيها مباني قديمه. المباني القديمه كتير حلوه طالعه.
يعني في عندك بقسم المدينة الأول مطرح ما كنا كان في كتير روح، الناس طالعة على الشوارع عم بتروح تشتري غراض، قاعدين بالمطاعم مبسوطين. وفي عندك قسم المدينة القديمة كتير هدوء، يعني ما في كتير أصوات، هدوء نسبي. شوف هاي هي بالخلفية كاتدرائية بيرن. وأحلى من هذا كله إنه الناس بيبتسموا، يا أخي بتشتهي تروح تبوس الواحد على كتر مو وجهه بشوش وبيجي بيحب يحكي معك. يعني أنا كنت متخيل إنه السويسريين بالقسم الفرنسي هني ألطف كونه إنه قريب من الفرنسيين، طلعت ما معي حق لأنه هون عن جد كتير لطيفين. وشوف على هالفيوهات، شوف 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 ماي فريند، إذا لحد الآن ما حطيت لنا أعجاب فحط لنا أعجاب، لأنه شايف أنت يعني عم ضبطكم، ها ضبطكم ضبطك ماي فريند. ويل حالي ويل حالي ويل حالي. في معلومة حكولي إياها الناس اللي كنت قاعد معهم قبل شوي، إنه أهل مدينة بيرن يطلق عليهم اسم بيرن، يعني الدببة. طيب ليش دببة؟ راح تعرف معي بعد شوي بس نوصل حديقة الحيوانات، حديقة الحيوانات بس نوصل حديقة الدببة. ليش هيك حلوة؟ ليش كل هالجمال هذا بمدينة واحدة؟ مستحيل مستحيل أنا كنت أصدق إنه عن جد هاي المدينة بهاي الجمال. شوف شلون المدينة مرسومة رسم. إن شاء الله مو تمطري رعدي، ماني رايح وما راح أروح لأخلص الجولة الأولى من بيرن. عن جد تفاجأت بالمدينة هاي، يعني ما كنت متوقع أبدا إنه تكون مدينة بتسوى إنك تجي وتزورها. هل بيرن تسوى إنك تزورها؟ طبعا طبعا وبكل تأكيد بيرن تسوى انك تزورها على الاقل على الاقل 3 ايام، يومين لثلاث ايام على الاقل، لحتى تاخذ راحتك بانك تزور اغلب الاماكن فيها لازم تاخذ وقت يومين او 3 ايام لحتى تزور كميه مقبوله من المعالم يلي موجوده بالمدينه. اتوقع حتى الفيديو راح يكون طويل شوي، بس يعني وين اروح؟ شوف شوف تفضل ماي فريند، شوف على المنظر هاي النهر كمان مره ثانيه. يعني اذا كانت المدينه حلوه انا شو اسوي لك؟ ذنبك على جنبك ماي فريند، لا تحضر فيديوهاتي، انا شو اعمل لك؟ تفضل شوف شوف على هاي المي، شوف على الجسور، شوف على البيوت، شوف على المدينة، شوف على الجو، على الخضار. تربح تربح ويل حالي ويل حالي تربح. شوف يا زلمة جننتون، جنيت أنا والله عجبتني يا زلمة. شوف 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 يا 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 ويل حالي ويل حالي. لك هاي والجو مطر ما تكون شمس. أنا ما بعرف وين صارت السيارة أصلا، يا ربي أعرف أرجع على السيارة. أوه نسيت الموضوع، يلا عادي. وصلت اخيرا نقطة حديقة الدببة يلي معروفة ببيرن ومشهورة كتير. هون انا حاليا على هذا الممر تحت الجسر، وهداك هو الدب، كمان مبين كتير لانه طالع لفوق اليوم. شوف شلون عم بيتحرك ماي فريند. في اسطوره بتقول ليش تسمت هاي المدينه بمدينه بيرن. بيقولوا انه في دوق اجى على هاي المدينه واسسها، وهذا الدوق قال لجماعته تطلعوا على الصيد اليوم واول حيوان بتصيدوه تتسمى المدينه على اسمه. وكان اول حيوان صادوه هو الدب، والدب الالماني يعني بير، مشان هيك تسمت المدينه بيرن، ومشان هيك اسم اهل المدينه كمان بيرن يعني الدببه. وصار من وقتها شعار المدينه هو الدب يلي شفتوه قبل شوي بالعلم واللي راح تشوفوه هلا. وبنهايه الجوله لليوم بتوقع ممكن اقول انه هاي المدينه اسرتني عن جد، مدينه رائعه وبتستاهل الجاي عليها. وانا هاي اول مره بزور مدينه بيرن وما راح تكون اخر مره ان شاء الله. بشوفكم بفيديوهات جديده، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بالفيديو. ناطر تقول لي ماي فريند بالتعليقات اذا كان الفيديو عجبك وبتحب تشوف هيك نوعيه فيديوهات بهيك مدن، او بتحب تشوف غير شيء كمان اقترح عليك. بشوفكم بفيديو جديد، سلام عليكم.